اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلينا نروح نشوف اخبار الطقس، وهيكون النهارده الطقس على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه طقس حار، وكمان هيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون معتدل الحراره رطب على السواحل الشماليه ومائل للحراره رطب على باقي الانحاء. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده مع الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. وفي رطوبه، في شبوره مائيه على بعض الطرق، ايه كمان من الظواهر الجويه اللي موجوده معانا النهارده؟ صباح الخير طبعا على حضرتك استاذه هدير، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا بالفعل بنشهد اجواء صيفيه معتاده لمثل هذا الوقت من العام، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الكبير اللي دايما بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحرارة والاجواء الصيفية الحارة فترات النهار وايضا فترات الليل. كان بالفعل الطقس خلال فترات النهار هيكون حار رطب على اغلب المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. جنوب البلاد هيظل اجواء عليه شديده الحراره خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ايضا هنحس بارتفاع نسب الرطوبه والاجواء المائله للحراره فترات الليل، لكن بيكون في نشاط رياح خلال فترات المساء ومع الساعات الاولى من الليل. نشاط الرياح ده سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، فبيساعد طبعا نشاط الرياح على عدم الاحساس بنسب الرطوبه خلال فترات المساء، فبالتالي بنحس كمان معاه بانخفاض درجات الحراره، ونشاط الرياح ده هيكون على اغلب مناطق الجمهوريه. بالاضافه كمان طبعا زي ما حضرتك ذكرت في شبوره مائيه في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل. الشبوره المائيه دي بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. طبعا احنا كمان في فرص لسقوط الامطار الخفيفه وقد تكون رعدية أحيانا، وقد تكون كمان مثيرة لبعض الرمال والأتربة عند حلايب وشلاتين، المنطقة اللي بالقرب من المجرى الملاحي جمهورية مصر العربية، بسبب طبعا زي ما ذكرنا قبل كده ارتفاع الحزام المداري من الجنوب للشمال بيبدأ يأثر علينا بسحب رعدية. السحب الرعدية دي كمان قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، لكن فرص الأمطار منها خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، ومتوقع معانا استمرار يعني فرص الأمطار لغدا الأربعاء كمان بإذن الله. يعني احنا دكتور منار حضرتك كنت بتقولي في نشاط للرياح، طب ده هيأثر على حالة البحار الأحمر والمتوسط؟ لا بالفعل، لا ارتفاع الأمواج، واحنا بنتكلم إنه الناس في الصيف وبتصيف وكده. لا، هو نشاط الرياح فقط بيكون فترات المساء او بعد فترات الظهيره والساعات الاولى من الليل فقط هيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، لكن ارتفاع الامواج على البحرين الاحمر والمتوسط نقدر نقول ارتفاع الموج على البحر المتوسط بيكون ما بين 1 ل 1.5 متر، كمان البحر الاحمر هيكون ما بين 2 ل 2.25 متر، فده يعني نقدر نقول ان البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنفس. طيب كمان عايز اسال حضرتك، هو احنا مستمرين في مساله الرطوبه العاليه والجو الحر حتى يعني في ساعات الليل للفتره اللي جايه، ولا احنا داخلين على حاله من الاستقرار والجو يعني تنخفض درجه الحراره عن كده شويه؟ هي طبعا الاجواء مستقره، هيكون ان شاء الله من يعني غدا ومع نهايه الاسبوع بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجه لدرجتين. احنا متوقع مع نهايه الاسبوع العظمى على القاهره 33 درجه مئويه، لكن احنا لسه في شهر 8 دايما معروف بالارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه، يمكن هو يعني نقول فصل او شهر ذروه الصيف عشان خاطر الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه احيانا بتتجاوز ال 95% على السواحل، بتتجاوز ال 80 و90 على القاهره الكبرى، فلسه مستمرين في الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه اللي هيخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره، وهيجعل درجه الحراره المحسوسه تتجاوز درجه الحراره المقاسه بحوالي من درجتين لاربع درجات، بالاضافه كمان التعرض المباشر لاشعه الشمس هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. عشان كده احنا مهم جدا ننوه وننصح الساده المواطنين نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره خاصه من 12 الظهر للساعه 4 العصر. دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا دلوقتي. خلينا نروح مع حضراتكم ونشوف يعني بالتفصيل درجات الحراره المتوقعه النهارده. نبتدي بالقاهره الكبرى، درجه الحراره العظمى سجلت 35 والصغرى سجلت 25، اسكندريه 32-24، مطروح 31-24، أما سيوة فالعظمى 37 والصغرى 23، بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25،
دمياط 32 والصغرى سجلت 25، إسماعيلية سجلت 35 والصغرى 24، السويس 35 والصغرى 24. نروح للعريش والعظمى سجلت 32 والصغرى سجلت 24، طابة 36 27، كاترين 35 19، شرم الشيخ 41 29، الغردقة 40 28، الفيوم 37 24، بني سويف العظمى 36 والصغرى 24، المنيا العظمى 36 والصغرى 24. طيب نروح لأسيوط والعظمى سجلت 38 والصغرى سجلت 24، سوهاج 38 25، أما إنا ف 48 والصغرى سجلت 27، الأقصر 42 28، أسوان 43 29، وأسوان أعلى درجة حرارة اليوم، وادي الجديد 41 26، شلاتين 39 29، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى 26.